نعم. اسلوب الغلظه هذا يتعلق بماذا يعني من اين اتى من اين اتى اول شيء يتعلق بالجهل لأن هذا الداعي الله عز وجل لو كان عالما بما يقول ومنفذا لما يامر كان يقول ذلك بلطف النبي صلى الله عليه وسلم عامل قريش بكل لطف اذوه بقلطيف معون شتموه قالوا ساحر قالوا نحن قدامنا قصه عتبه ابن عتبه ابن ربيعه نعم ابو الوليد مره جالس مع مجموعه من الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال لهم شو رايكم انا اقوم واكلم النبي اكلم محمد صلى الله عليه وسلم قال قوم فجاء اليه وقال يا ابن اخي يعني ان كنت جئت بما جئت به تريد ملكا ملكناك ملكنا. علينا ان كنت تريد اماره ما نقطع يعني امرا من دون مشورتك ان كنت تريد الزواج زوجناك اجمل بنات العرب ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اغنانا ان كنت يعني أي هذا الذي ياتيك انت مالك مسيطر عليه طلبنا لك الطب فشو هو؟ قال انتهيت ابا الوليد فافتتح صلى الله, صلى الله عليه وسلم وقرا عليه من اوائل سوره فصلت الى ان وصل فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فما كان من عتبه شو سوى؟ ان رفع يده بوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا شدتك الله والرحم ان تقف يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بكل هدوء وقرأ له القرآن ومع ذلك لم يستجب ف... يعني ما أغلظ له القول صلى الله عليه وسلم نعم. ما أغلظ له القول قرأ له القرآن فهو خاف أنه إذا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة نعم. مثل صاعقة عاد وثمود فعند ذلك قال ناشدتك الله والرحم أن تقف ثم قال ذهب إلى قومه وقال يا قوم والله ما يعني إن انه قال قولا لا هو سحر ولا هو شعر ولا هو هذرمي والله انه لكلام فصل ليس بالهذر انا رايي انكم تتركوا ان انتصر فعزه عزكم وان يعني قتل كفيتموه بغيركم ما رضي ابو جهل أبو جهل ثم قتل عتبة يعني. على يد حمزه سيدنا حمزه يعني رضي الله عنه في بعد ذلك بسنوات يعني في غزوه رغم بقى. انه كان مشهورا بالحكمه كان والراي مشهور السديد بالراي السديد ولكن سبحان الله سبحان ما الله. ما وفر. <applause>